الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه في إقامة هذه المحاضرة. ثانيا أشكر الإخوة المشايخ الشيخ شهاب عوض والشيخ علي همد على ما اجتهدوا فيه من هذه المحاضرة الحافلة بالرد على كثير من الشبهات وبيان معنى العلمانية وبيان أوجه فسادها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفق الناس جميعا ويبارك في جهود كل الإخوة القائمين على تدبير المحاضرة، وكذلك يجزل المثوبة للحضور، ناس جلست جلسة طويلة. عشان كده أنا داير ألخص الكلام وأختم باختصار شديد، وإن شاء الله نتوفق قبل الأذان. طيب خلاصة المحاضرة يا أخواننا، أنا ما أعرف البتاع ده ما شغال ولا شو. طيب خلاصة المحاضرة إنه العلمانية تبعد الدين، فلا يمكن أن يجتمع المسلم والعلماني مع بعض، يعني لا يمكن أن تكون مسلما وعلمانيا في نفس الوقت. دي الخلاصة اللي أنا فهمتها، لأن العلمانية زي ما جابوا التعريفات بتاعتها، وأنا كان جبت نقلت التعريف بتاعهم من القاموس بتاع أوكسفورد بلغتهم ذاتها. كويس، الخلاصة العلمانية لا دينية، والعلمانية تعني التخلص من الدين، وإن الإنسان ما يلتزم بأي شيء من شرائع الدين إن كان الدين الإسلامي ولا غيره. طيب والإسلام يلزم المسلم بل ويلزم الجميع بعقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، ولا يمكن تكون مسلم إلا بالالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا يعني في القرآن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما ممكن تكون مسلم إلا بتعمل الأشياء دي، ولا ممكن تكون مسلم بدونه. العلمانية حرية، حرية تقول ما تشاء وتفعل ما تريد وتتخلق بالطريقة اللي انت دايرها، هذه العلمانية. والإسلام أوامر، الإسلام أوامر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وبعديها ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا عليك الله. بس كلمة استجيبوا دي أربط لي بينه وبين الحرية، بيتفقوا؟ ديل يقول لك حرية، يعني الله قال للمرأة تلبس الحجاب من حريتها ما تلبسه،
الله قال للمرأة ولا تبرجنا من حريتها تتبرج. الله قال ولا تقربوا الزنا من حرية جنس الطوشي ولا اسمه شنو دار يزني. دي ما حريتهم هم بيفهموها كده. الله قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من حريته انه ما يصلوا. الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الطرشان ده قال لهم شنو؟ حرية الفكر. ها؟ أن تقول ما تشاء في غير الفساد. يا أخي معقول يا أخي تقول ما تشاء؟ ده بدخلك جهنم يا أخي. أنت عارف القول ده ممكن يدخلك الجنة والقول يدخلك جهنم. ربنا قال فأثابهم الله بما شنو؟ بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أثابهم بشنو؟ بما قالوا. وهناك أهل جهنم ربنا قال عنهم شنو؟ ذلكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. القول دخل ديل الجنة والقول دخل ديل جهنم. إذن يا أخوان الخلاصة لا يجتمع المسلم المحكوم من عند الله بأوامر باعتقادات بأفعال بمعاملات بأحكام. أنت عبد لله يا أخي عبد لله أنت مستسلم لله. ما ممكن تقول لي أنا حر أنا علماني. أنا علماني معناه أنا حر أعمل الحاجة اللي أنا دائرة. فإذا خلاصة المحاضرة أي زول بيقول أنا مسلم وأنا علماني إما يكون ما فاهم الكلمة دي العبارة دي ما فاهمه ذاته. وده حال الأغلبية من الشباب الليلة. عشان كده والله نحن حريصين جدا ومتألمين على شبابنا اللي انفلتوا هم ما عارفين المتاهات اللي هم داخلين فيها ولا عارفين المصائب اللي هم حيقعوا فيها. بس جارين ورا الشعارات الليلة تسقط بس ومدنية ويكوركو. ما فاهمين يا شباب أقعدوا براها عرفوا الموضوع ده بوصلكم وين. إما تكون ما فاهم أنا علماني وأنا مسلم ما فاهم العبارة دي أو تكون أنت فاهمة لكن داير تلعب على الناس. دي الخلاصة. النقطة الواحدة اللي داير أتكلم عنها أنا ما هي الأساليب التي تنتشر بها العلمانية. نحن عرفناها خطرة. شيخ شهاب يتكلم وشيخ علي همد ورونا أشياء كنا نعرفها وأشياء كنا ما نعرفها وخطورة كبيرة جدا في العقائد العلمانية. لكن يبقى في سؤال كيف تنتشر العلمانية في أوساط مجتمع زي المجتمع السوداني. المجتمع السوداني مجتمع متدين وإن كان الدين الجوة ذاته فيه مشاكل كثيرة جدا. دين بتاع تصوف شبه غادي بتاع أخوان مسلمين وغيره. لكن بطبيعته مجتمع متدين. كيف تدخل العلمانية دي؟ النقطة الأولى يا أخواننا ودي مهمة جدا التي تدخل بها العلمانية هي تعظيم الحياة الدنيا على الآخرة على حساب الآخرة وتعظيم الوطن على حساب الدين. تعظيم الحياة الدنيا على الآخرة وتعظيم الوطن على الدين. تعرف النازل أول حاجة بيزرعوها في المجتمع إنه تبقى حساباتك دنيوية فقط ولا علاقة لك إطلاقا بإيثار الآخرة على الدنيا. شفت كيف الشعارات التي كانت أيام الثورة كانت شعارات تهدف فقط إلى أمور الدنيا. يقول لك الأكل والشراب والصحة والرغيف غلا والبنزين. ما في زول
وإن صحت الثورة من أجل الدين ما في ذول يوم من الأيام مرق عشان الدين إطلاقا. بل يستخف بك لما أنت تقول لهم يا أخواننا حفاظنا على ديننا أولى. يقول لك الوطن، شفت تعظيم الوطن ده كيف؟ الوطن وأبناء الوطن. يا أخواننا إحنا ما عندنا مشكلة في المعاني دي كلها، كون الإنسان يكون حريص ويأخذ حظا طيبا من دنياه ما في مشكلة في الكلام ده. ربنا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ونحن كل دنيانا دي عايشين بما نستطيع، والإنسان يعيش دنياه بطريقة كريمة، يأكل جيدا ويلبس جيدا ويتعلم تعليما مقيما إلى آخره، ما في مشكلة هنا، لكن ما تكون على حساب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة وهي أفضل البقاع وخير بلاد الدنيا، طلع من مكة والتفت إليها قال إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. مرق من مكة ليه؟ السبب شنو؟ لو كان وافقهم ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك شنو؟ خليلا. لو غير الوحي اللي ربنا نزله له ولو غير التوحيد لبقي في مكة عزيزا مكرما بين المشركين، ما كان بيسألوا بل كانوا بيحترموا، وهو عندهم الصادق وهو عندهم الأمين وهو عندهم المعظم. لكن لما جاء بهذا الدين أخرجوه من مكة، دي خير البلاد. خليك أمان أنت تقول لي الوطن، أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مانديلا، كان في مكة أفضل البقاع، أفضل البقاع في مكة بعد ما مرق منها. فالدين أعظم من الوطن، لابد ترسخ هذه المعلومة عندنا جميعا، والدين أعظم من الدنيا. الدنيا دي بتروح، ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا دي بتروح كلها، فأعظم ما يؤسس للعلمانية وأعظم ما يطعن في الدين ويخرج الشباب إلى العلمانية في اعتقادي هذا هو التصور ده، إنه تعظم عندهم الدنيا. تعرف المجتمع ده مما يبقى فكره فكر بتاع دنيا، المجتمع ده تاني يا أخواننا ما بينفع. ولو جيت أنت تتكلم عن الدين ما في ذول بيفهموا لك ذاته، لأنه فهمهم في النهاية ده يعيش دنيا، ودي ممكن يتنازل عن كل شيء من ثوابت العقيدة ومن ثوابت العبادة ومن ثوابت الأخلاق من أجل أن يعيش حياته بس. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان بيسموه فتى مكة المدلل، كان عايش في العز، كانت أمه من الأثرياء. مصعب بن عمير كان لو مر بالطريق الناس كلهم بيقول لك مصعب جاي قبل شوية، دي من العطور بتاعته. بعد آمن مصعب بالله ورسوله رضي الله عنه، وانطلق مصعب مهاجرا لا يملك من الدنيا شيئا. مات مصعب شهيدا في غزوة أحد وكفن بكفن، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. وده كان فتمك المدلل. شوف الدين كيف. الصحابة رضي الله عنهم النبي يندبهم إلى الإنفاق، فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويخط نص ماله، نص قروش يخطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أنه قد أنفق. فبعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يقول له أبو بكر الصديق جاب ماله كله خطاه،
جابوا كله ختاوي. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم بيحبوا ما من أهلون. شما تقول العنصريات اللي تكلم عنها شيخ شهاب بس بتاعت العلمانيين دي كلها عنصرياتهم دي عنصرية عربية وعنصرية قبلية وغيرها من العنصريات. لا الإسلام ما فيه كلام زي ده. ربنا قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا أخوانا أنا أعتبر أقوى نقطة في محاربة العلمانية وأقوى نقطة تنتشر بها العلمانية هذه المسألة. ولذلك نحن عشان نشتغل في المجتمع ده صح وعشان نقدر نحارب العلمانية علينا أولاً بأن ننشر في الناس الإيمان بالدار الآخرة وإيثار ما عند الله سبحانه وتعالى. الزول يقدم لآخرته بعدين. ونقرأ في سير السلف وسير الصحابة كويس؟ تعرف الجماعة ديل بيجوا بزهدوك بزهدوا الناس في أي حاجة أنت بتقدمها للدين. أنت عارف في كتاب بتاع لينين اسمه نصوص من الدين وأنا ما جبت الكتاب. بيقولوا إنه الحج عبارة عن تبذير للأموال. شوف الناس اللي بيضربوا الدين كيف. والصيام قالوا فيه إضعاف للقوة الإنتاجية لأنه الصيام شهر كامل الناس ما بينتجوا أي حاجة. شفت كيف؟ وقالوا الأضحية فيها إهلاك للثروة الحيوانية. ده الضرب ده الضرب في الأنكل. تعرف ناس الكورة يقول لك ضرب في الأنكل ده الضرب. لو بقى المسلم موضوعه كله داير يعيش دنياه وكيف ممكن بعد يدخلوا فيك أي عقيدة هم دارينها. يقول لك عشان تظبط دنياك لابد تبعد من الدين. وشنو ماشي وجاي جامع يومي وشنو مشتري لك جلابية وعمة بكم عشان تمشي بين صلاة الجمعة ده ليش شنو ذاته ما تضيع زمنك. واحد بيحكي لي قال في واحد من الناس الحرية والتغيير ديل أنا دي بس عشان ما في وسيغة ليها ما داير أجيب لك بالاسم كويس. واحد منهم بعين في التلفزيون شاف الناس حوالين الكعبة المعتمرين قال بالله شوف الجماعة ما عندهم موضوع ديل ديل لافين هنا عندهم شنو قال. شوف الناس دي بالله. إذن يا أخواننا دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية الشبهات تكلم عنها شيخ شهاب الشبهات اللي بيثيروها. ونحن قبل كده اتكلمنا مع الكيزان زمان وكيتون اللي كانوا قاعدين قبل ما يفوتوا الله لا عادوا نظمنا معهم مع ناس كبار فيهم قلنا لهم يا ناس الشيوعية والعلمانية بتنشر في الشبهات داخل الجامعات وانتم ما بتقدروا عليهم زحوا لنا خلونا احنا نمشي نناقشوا في الجامعات نباريهم جامعة جامعة كلية كلية نمشي نناقشهم هناك لأنه ديل بنشروها في أوساط الشباب والشبهات خطرة. انت عارف ديلك ما داري دونا نحن المجال ده خايفين منا نحن أكثر من الشيوعية لحد ما سقطوا حجرهم وكلمناهم والله وربنا يشهد لأنه ده خطر. والإنسان الذي يحمل فكرا لا يحارب بغير الجدال بالحق. الزول الحامل فكرة بتقدر عليه أنت ما تقول لي سلاح ولا تقول لي قوة ما بتقدر عليه لأنه يحمل فكرا وهذا الفكر يبعث فيه طاقة ويحركه لا بد تناقشه. وفي جامعات نحن اشتغلنا فيها في فترة بسيطة جدا ناقشناهم جدال بالمنطق وحجج وآيات وأحاديث والله النازل اتكسروا كلهم كلهم اتكسروا لأنه ما عندهم حجة. يا أخي انت بتنادي بالحرية
بتنادي بالحريه. طيب نحن بنجي نعمل منابر بترفضنا ليه؟ مش من حريتنا احنا نتكلم؟ انت بتنادي بالديمقراطيه، ما هي الديمقراطيه؟ ما فاهمين ذاتهم. مش بيقولوا ديمقراطيه؟ ايوه. الديمقراطيه شنو؟ هي حكم الاغلبيه. الاغلبيه السودان ده الاغلبيه فيه شنو؟ مسلمين صح؟ طيب حريه وتغيير، شوفوا شغلتكم، شوفوا شغلتكم خلاص. ده بنفسي مبادئكم انتوا ذاتها يا اخي. تعالوا ناقشونا بروقه كده بالمنطق بس. واحدين يجي يقول لك يا اخي نحن ما عندنا مشكله مع الاسلام، مشكلتنا مع الكيزان اللي اساءوا صوره الاسلام. طيب خلاص، يعني الحاجه الكويسه، ده سؤالنا اليوم، الحاجه الكويسه انه نحن نرجع للاسلام ونطبقه، ولا نحن نشيل الكيزان باسلام؟ هم طبعا ما يقدروا يصرحوا يقول لك ما دارين الاسلام، يقول لك لا نحن ما دارين الكيزان. طيب الكيزان فاتوا راحوا، هسه دي تعالوا طبقوا الاسلام. هل الاعدل الاسلام ولا القوانين بتاعتكم؟ قوانين العلمانيه. يقول لك لا السودان فيه تعدديه، تعدد الاعراق والثقافات والاثنيات والحضارات وتعدد الاديان. ايوه بيت التعدديه دي كلها كويس. الاعدل في هذه التعدديه تطبيق الاسلام، الاسلام اللي بيدعو للمساواه بين الاعراق كلها، لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بشنو؟ الا بالتقوى. هل الاعدل الاسلام كده؟ خليك من ده، انتوا بتقولوا التعدديه، في بلد ما فيها تعدديه؟ في بلد جنس واحد؟ اتحداك العالم ده كله فتشوا، في بلد جنس واحد بس ولا متعدده؟ امريكا ستكم دي فيها كم من الاعراق ومن الاديان ومن الثقافات ومن غيرها؟ هل الان بتقبلوا في البلاد بتاعتكم العلمانيه اللي فيها اغلبيه نصرانيه او في اغلبيه يهوديه، نحن نجي هناك ونقول لكم بما انه في تعدديه في بلدكم دي نحن ما دارين تطبيق النصرانيه هناك، ما بنرضى تطبيق النصرانيه، لابد تخلوها تجيبوا حاجه عامه ما تطبق النصرانيه، ما بيقبلوا. والان حتى العلمانيه اللي هم بيقولوها اللي بتلغي الاديان ما يقدروا يطبقوها في امريكا. امريكا دوله نصرانيه درجه اولى، بريطانيا دولة نصرانية درجة أولى. وين العلمانية اللي أنتم بتقولوها دي؟ اللي فيها الأديان كلها متساوية زي ما أنتم بتقولوا، هل ممكن مسلم يحكم أمريكا؟ اليوم مسلم يترشح؟ والله ولا يترشح ذاته. إذن يا إخواننا نحن النقطة دي لابد نفهمها. رد الشبهات، وديل ما بيقدروا عليها، الكيزان ما بيقدروا عليها. لانه هم ذاتهم متورطين في بلاوي، نفس البلاوي بتاعت الحريه والتغيير. ما يقدر يرد ولا شبهه واحده. طيب ثالثا الشهوات. ما في علمانيه بتنتشر الا بالبنات. النساء وشغلهم كله بالنساء. وتحركاتهم دي كلها ما حتنجح لو ما فيها العنصر النسوي. بس ما حتنجح. من اللي بيمشي بينطط في الشارع لو ما في بنات بعين الليو؟ وصفق الليو ما في ذول حيطلع. المحرك النساء، وشباب كتار جدا بكونوا طالعين، الواحد عنده غرض معين ونحن فاهمينهم وهم فاهميننا، وخلوه على كده بس. الموضوع موضوع شهوات، شهوات الخمر، شهوات النساء، غيره، موضوع شهوات. ما في شهوات. هسه محاضره زي دي كده لو جينا عملناها كلهم ناس ساي كده دقين وشنب وبتاع، ديل بيجوا بيقعدوا فيها ولا بيناضلوا؟ ما في نضال بالطريقه دي. طيب اربعه الطعن في الاسلام عن طريق تجارب الاسلاميين، ودي يا اخواننا مشكله كبيره جدا. استغلت الطوائف العلمانيه كلها والشيوعيه، استغلت الخلل الموجود في تجربه الكيزان بالذات في البلد دي الى الطعن في الدين من خلال تجارب الكيزان. ده الموضوع كله.
ما عندهم مطعن صريح في الإسلام يقدر يصرحوا به إلا يجي يقول لك يا أخي الإسلام ده إحنا ما شايفينه العمل فينا. تخيل الإسلام عمل فيك شنو؟ يجي يحكوا لك شيء من تجارب الكيزان من الفشل الاقتصادي والفشل غيره في أمور كثيرة جدا، دي بتبقى هي بالنسبة لهم سبب في الطعن في الدين. طيب سادسا قبل الأخير، الربط بين العلمانية والتطور. عندهم وهم إنه العلمانية دي معناها شنو؟ معناها التطور، كأنهم فاهمين إنه العلمانية من العلم. لا لا، ما من العلم ولا عندها أصلا علاقة بالعلم ولا عندها علاقة بالتطور. وممكن تكون في دول علمانية درجة أولى في جيراننا بيجاي وجيراننا بيهيني. أنتوا ما شايفينهم؟ الدولار عندهم بـ 600 وحاجة، قزاز البارد بـ 280 جنيه، صحن الفتة بـ 750 جنيه، وعلمانية نر. علمانية شفت النوع الدكمة ديك ما تفهم راسه من قعرة، هذه بيجاي صحن فتة ببصل أحمر شفتها 750 جنيه، ثلاثة أنفار ما بيتأكلون. ده التطور. العلمانية لا تعني التطور، كويس؟ وفي تعريف وناس جابوها ذاته ما قالوا علمانية من العلم كده. بس نقرأ لك الحتة دي، ده الغاموس حقهم، ده غاموس أكسفورد. طيب secular العلمانية secular to make something secular to remove something from the control or influence of religion. في علم هنا أشرح لك واحدة واحدة. to remove something يعني تزيل أو تبعد حاجة from the control من الهيمنة or influence التأثير of religion. دي شان تبقى secular انت مفترض تبقى شنو؟ بعيد عن الهيمنة الدينية والإنفلونس التأثير الديني. ده أكسفورد ده معنى. طيب جاء مثال قال to secularize society، تعلم المجتمع. secularism الظاهرة ذاتها، secularism ده الاسم يعني the belief الاعتقاد، the belief that religion should not be involved، الدين ما يتدخل أو ما يدخل. should not be involved in the organization of society, education, etc. يعني ما يدخل الدين في مؤسسات المجتمع ولا التعليم إلى آخره. ده التعريف بتاع Oxford Dictionary، ده ما حقنا نحن، ما عنده علاقة مع التطور. بعدين يا أخوانا التطور ليس له عداوة مع الإسلام، والإسلام ليس له عداوة مع التطور، ولا في عداوة بيناتهم يعني. هل الإسلام منع العلم؟ قبل في نقطة لعله ذكرونا الشيخ شهاب، أنا ما أخذت لي مرقات كده، إنه العلمانية ذاتها في أوروبا وقت قامت الثورة الفرنسية ضد الدين ضد الكنيسة، لأن الكنيسة حاربت العلم والعلماء وقتلتهم. أما الإسلام هل قتل العلماء ولا الإسلام حث على العلم؟ ما في حاجة في القرآن من البغرة للناس. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يزداد منها إلا شنو؟ للعلم. وقل رب زدني علما. الإسلام حث على العلم، بل حث على الإنتاج بحديث ده في الكتب بتاعت العلمانية وأناجيلهم كل ما في. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قامت القيامة، لو انت شفت علامات القيامة خلاص هتقدر تقوم، مش بعد ده يذول بيبقى نفسي ودار يشوف اللي بتخارجه. قال لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة شايلة في يده، قال فليغرسها، اغرسها يعني تقوم. شوف النشاط ده كيف، شوف الإنتاج ده كيف. ها، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن شنو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، كويس؟ فيا أخي
يا اخواننا كوننا نكون مدين هل دي بتعارض العلم والاكتشاف؟ انا عملت لي لحيه دي من الدين، لحيه بتاعتي دي لو جيت قعدت لي في معمل وقعدت في تلسكوب دارك اديك دي بتدقر لي يعني ولا في شنو يعني؟ المهم يعني العلم شنو؟ بل يا اخي الانسان المنضبط بالدين والله العلم فيه زينه، والعلم بيمشي معاه اكتر. ده زول بيصحى بدري بقوم بدري، ده الجماعه ده كلهم بنوم ولا كيف؟ والله ان احنا لما نقضى من شغلتنا، لما نقضى كسلفيين نقضى من شغلنا، الناس الدنيا دي يا دوب بيصحوا من النوم، احنا قضينا من شغلنا كله دارين. الناس لما نجوا راجعين ودارين يتموا نومتهم بتاعت بعد الصبح، نحن مشاغلنا المهمه كلها قضيناها بدري. والبكور فيه البركه، ولذلك قال العلامه ابن القيم: ونومه الصبح رديئه، قال لانها في وقت تقسم فيه الارزاق. بدري السلفيين بقوموا بدري، زمان بنشتغل مع ابونا في الخلا في الحواشه، نحن وقت نصل محل شغلنا العين ما شافت، بنبدا شغلنا ولا شايفين كويس، مرات نحش القش والعيش معاه ذاته بنحشه. لما المزارعيه يجوا داخلين لحواشاتهم، نحن قضينا اغلب شغلنا ومارقين ماشيين اهلنا. البكور فيه بركه. انت لما تجي تبدا العلم الدنيا وذاته وتقوم له بدري، ذهنك متفتح وانت بتنجز. فيا اخواننا ليس هناك عداوه، نعم ليس هناك عداوه يا اخواننا بين شنو؟ بين الدين وبين التطور الدنيوي، بل التطور الدنيوي اخلق واولى واحرى ان يكون عند المستقيمين وعند اهل الدين. اذن ولا الاذان برا. فلو في اسئله ما في مانع ان شاء الله. اخر نقطه من اساليب انتشار العلمانيه الطعن في الاسلام بالتطرف. العلمانيين انفسهم منهم من شارك وساهم في اختلاق وانشاء جماعات متطرفه لا علاقه لها بالاسلام، زي جماعه داعش وجبهه النصره بوكو حرام، غير من الجماعات التي ممكن تسمى ارهابيه بالمصطلح بتاعهم. الجماعات دي اصلا ما عندها علاقه مع الاسلام، بل نبذ الاسلام قبل ما ينبذ المجتمع الدولي اليوم، وقبل ما تتكلم عنها حقوق الإنسان، وقبل ما تتكلم عنها الأمم المتحدة يتكلم عنها الإسلام في القديم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار، وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل إرم. دي جماعات منبوذة أصلا، وهي ما بتمثل الإسلام، إنما هي جماعات خارجية منحرفة استمدت أفكارها من الطوائف المنحرفة والكتب الضالة زي كتب سيد قطب وغيرها، استمدت منها هذه الأفكار وليست منطلقة إطلاقا من منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب. دي معلومة لا بد تبين، لأنه في كثير من الحاقدين بيلصقوا هذه الجماعات بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب ما دعا إلى التكفير، ولا دعا إلى قتل الأبرياء، ولا دعا إلى التفجير داخل البلاد الإسلامية، بل ولا داخل بلاد الكفار، لأنه من منهجه ومذهبه اللي هو مذهب السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا لم يرح رائحة الجنة. ده في ديننا يا أخواننا، وده منهجنا السلفي. نحن لو جاء كافر قاعد في بلدنا دي دخل بمعاهده، المعاهده دي التاشيره دقوها له لما نخش البلد دي هنا، دخل بمعاهده او دخل مستأمنا
مستأمن يعني طلب الأمان، عندنا يؤمن يعيش في أمان داخل بلدنا، ما بنسأله ولا بنتعرض له. عشان كده الجماعات الإرهابية دي عملت الإرهاب داخل بلاد المسلمين وداخل بلاد الكفار من الأحداث بتاعة 11 سبتمبر اللي كانت 2000 وكم؟ واحد مش كده؟ الأحداث اللي عملوها واتهموا بها ما أدري أسامة بن لادن وغيره 2001. فالأحداث دي عموماً 11 سبتمبر ومشهورة بتاع الضرب مبنى البنتاغون، الأحداث دي استغلوها الناس في إنه يجملوا بها كل المسلمين إنه هم شركاء في هذه العملية. فالمسلمون براء، والمنهج السلفي أبرأ من هذه الأعمال التخريبية. ونحن الأفكار دي القاعدين نحاربها هنا في السودان وغيرها. ولما تكلمنا عن داعش المحاضرة اللي عملوها أخواننا في قاعة الصداقة، الوقت داك راجل قادر يتكلم عن داعش في البلد دي ما في. الناس دي كلها خايفة، الناس دي كلها خايفة. وأنا ناس أتذكر الأيام ديك ومعاي ناس زملانا في الشغل، لما لقوا الورقة دي معلقة بيقوا خايفين علي، كل مرة بدقوا تلفون دي زملانا في العمل، يا زول انت كويس وما جاتك حاجة؟ قلت لهم شديد ما جاتني ايش، ما في اي مشكلة. الناس كلها كانت خايفة من الكلام في داعش. نحن تكلمنا وعملنا محاضرة، الدنيا كلها بقت تتكلم بها والناس مبسوطين والناس عرفوا الحاصل. مرت الايام جو راجعين قالوا احنا داعش. الناس دي بتنسى ولا الناس دي مغفلة ولا الناس دي ما عندهم انصاف ولا ده شنو يسمونه هسه دحيغة؟ بس ما أكثر من كده يا ناس. فدي من الإشكالات اللي بيحاربوا بيها الإسلام ولقد تطرف. أنت لو جيت في مسجد من المساجد دعيت للجهاد، الجهاد ده ما شعيرة من شعائر الدين ولا الجهاد انتهى؟ الجهاد ده ما بينتهي يا ناس، رأيت الجهاد دي ما بتقع عصره ولا بينتهي. لو اتكلمت عن الجهاد بالصورة الشرعية وبالضوابط طلعوك تكفيري طوالي، شفتها وهاجموك. وبالتالي يا اخواننا دي نحن اشياء لابد نحاربها. كده بنقدر نحن نحارب العلمانيه كويس، نفهم الشباب ونوعيهم، ما بقوا مطرطشين ساي وجارين ورا اي زول، اي واحد جا صفق طق طرق طق طق حريه. كلمه حريه دي الناس بتعجبهم، الواحد ما تقول له تعرف حريه دي داير الواحد يسقط من رقبته دي اي نوع من انواع التكاليف. مما تقول له يا زول والله البلد دي قد فيها حريه، يا سلام يقول لك اذا بكره ما نمشي الشغل. يا زول حريه معناها ما نمشي الشغل؟ يقول لك حريه يا زول الحاجه ذاته ثاني عشان ما يتامر فينا ونضم فينا كثير، البلد فيها حريه. يا اخي في قوانين استوردوها لكن الحمد لله ما انطبقت في البلد دي، وفي بصوره جزئيه طبقت قوانين يا اخواننا ما بتشبهنا نحن. قانون انه انت لو ولدك انت بتربي في ولدك لو ضربته ممكن يمشي يفتح فيك بلاغ ويغرموك، والله يغرموك في المحكمه ولدك. ولا تسالوا اعمل اي حاجه دايره انت ما تسالوا ذاته، دي الدار يجيبوها لنا يا ناس. استيراد القوانين بصمطه دي، وانتوا اذا كان كلام الله اللي ما فيه اعتراض وحكم عدل وخبر صادق انت دارين تعدلوا، لانه قلت ما بينفع معاكم كلام الله دار تعدلوا زي ما قال لك شعب قبل شويه. نحن ما ممكن نستورد قوانين من دول القوانين دي بتشبه ثقافتنا العامه، ما زينا نحن. الولد اللي بيشتكي ابوه عشان اداه كف بيشتكيه وبغرموه وبسجنه الابو، ده ما ولد يتربى زينا نحن. ده احنا هنا امه ذاتها خطبوها بالتعب، وقت خطبوها امه الاول وجابوا شيله وتعب وتلتله وشاوره ولاد عمها، لو في واحد دايره خلاص لو ما دايره يدوك ليها، وبعد ده كله ممكن ولد عمها يجي يرجع السيره ويدفعوك دم قلبك، وامها دايره توبين وديك بنت خالتها دايره توب واشتروا ما تعرف شنو وتخمخم ومشيت عرستها والدنيا كلها متلملمه وعمم كبيره والعرس تموا لك وشلت المرأة ومسوي لها بيت ومشتري لها عفش
أمور مجيحة. ده بس موضوع أمه. الجنة ذاته إنت عشان تلدو 100 مقابلة ودوها الدكتور وجيبوها أمه ودار عجورة الليلة وبكرة دار لا دومة. شفته؟ ده برنامج بتاع أمه 9 شهور بيطمحط فيك إنت أمه 9 شهور. ده لا يجيب لك هذه وترقد على قفال الليل تقول لك أنا ما أقدر أشتغل أمشي يجيب لي أكل ديليفري من برا تجيبه وتجي وانت ذاتك في تلتلة بعد ما ولدت جنة. تخيل معاي وديته المستشفى بطقوق ب 15-20 مليون. دي في المستشفى انت مرقو تقول تشتري منه شيرة وحقك عشان تمرقو من جوا مرقته. اول ما استلمته كبر بقى صبي ده يمشي يشتكينا انا ابن الكلب يشتكيني بعد ده كله؟ يا ناس اتقوا الله. يمشي يشتكيني في المحكمة ده اديه كف امه ذات اديها كف يا ناس والله ده كلام ما بيجي كله يا اخي. ديلك القانون الخطو ده قانون جاي مع ثقافتهم. الجنة ده ما تعبوا فيه. الواحد صاحب له واحدة بايس كريم صاحبها بايس كريم طقاه حملها وبس من الايس كريم داك الا شاف الجنة لاقى في الشارع قال له ده ولدي. ده مش لو حد يشتكيه لو حد يشتكيه ده لو حد. لكن يا ناس احنا ما قاعد نجيبهم بالساحل والله ما قاعد نجيبهم بالساحل. عشان كده بنعرف ذاته حق ابواتنا علينا والله. لو يطونا بكرعينهم لو عفصونا بكرعينهم كده مش اداك كف والله. لو عفصونا بكرعينهم والله ما نسألهم والله ما نسألهم لانه حقهم علينا اعظم من ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عن امك كما صح الالباني رحمه الله تعالى قال الجنة تحت قدميها. تحت وين؟ مش فوق لراسها تحت كراعة بأمك. قال لك أمك ثم أمك ثم أمك. يا أخي ابن عمر رضي الله عنه صحابي جليل لقى له واحد شايل أمه في كتفه في كتفه وطايف بها الكعبة بحجة بها. الحج ده إنت والله الصبي كده شفت الصبي عمره 25 سنة ومانع ما شاء الله تجر التمساح من البحر. والله الحج ده حار عليك. أنا أكلمك أنا حجيت صبي صغير والله جرست عديل. الحج ده مر صعب. الزول ده شايل أمه. أنت كان شايل لك شفتها شفت الجواز بتاعك جوازك والله حيبقى لك تقيل بعدين الجواز بس عشان تخطه في الحزام جوا بيبقى لك تقيل. شايل أمه وطايف فيها لاقى ابن عمر وهو طايف قال له أتراني يا ابن عمر أوفيتها حقها؟ قال لا. قال له ما أديت حقها. قال له ولا بطلقة من طلقات الوضوع. نحن يا أخواننا عندنا دين فيه هذه القيم الثرة والأخلاق النبيلة والترابط المجتمع الصلب. علاقة بينك وبين أمك صلبك الجبال وعلاقة بينك وبين والدك راسخة وصلبة وعلاقة مع مجتمعك والجار ربنا يوصيك به والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيك به. جارك ده قال حتى ظننت أنه سيورثه. والزول الكبير في الشارع إن من إجلال الله احترام حامل القرآن وذي الشيب المسلم. الزول الشايب بس مسلم إنت بتحترمه بتقدره جدا. بتجي المسجد وعندك قيم انت بتحملها بتربطك مع الناس في المسجد ديل. ما تاكل بصل ولا تمر وكلته ما تجي المسجد عشان ما تاذي الناس المعاك في المسجد. المناسبات الاجتماعيه تقيف معاهم ترحم الصغير توقر الكبير وترتبط بمجتمعك والارحام والاقارب وتؤدي الحقوق. يا اخواننا نحن مجتمع فيه قيم زي دي مجتمع اسلامي نفكه نمشي لنا لعلمانيه. علمانيه يا ناس البت فتاة تمشي تلف للأولاد تبيت كل مرة مع واحد. لو حملت ولدت ولدت من منو ما معروف. الجنين اللي بتلده مصيره شنو ما معروف. أول ما يلدوه يشيلوه يودوه الدار بتاعت الرعاية يتربى فاقد الأبوين ليس له عطف الوالد وليس له محنة الأم. انت اللي لاحظ في ولدك لو اتأخرت لو عندك طفل صغير وخاصة البنات لو اتأخرت بس انت ما بتنوم لحد ما ابوه يجي
وانت جيت دقيت الباب جاي جارية تستقبلك وتحضن ابوها بس كده حضنته واخذت راحتها تجري تمشي تنوم مرتاحة وآمنة. تخيل انه ولد يتربى في مجتمع كله أطفال زيه، ليس فيه أم تحنو عليه وليس فيه والد يعطف عليه، ده بيتربى حاقد على نفسه، حاقد على المجتمع، حاقد على كل بنت متبرجة، حاقد على كل امرأة زنت، حاقد على كل رجل همل امرأته ولم يتزوج. ده مجتمع كريم نحن نستبدل به والمجتمع الإسلامي؟ أسألكم بالله، امرأة كبيرة في السن خاتنها في دار العجزة والمسنين، ولد يحنو على ما في، بيت ترعاها ما في، كويس؟ يا ناس نحن نبقى زي ده ولا نحن نقعد في مجتمعنا الزونة الكبيرة دي؟ والله الناس بيتسابقوا عليها، والله تلقى ولدها بيشطف فيها وتلقى شايلة وبيتها قاعدة معاها ويحججوها ويودوها الحج شايلينها شيل بالكرسي وهي كبيرة في السن، كبيرة، والناس كلهم يتلموا ويقول لك العيد بنعيده مع حبوبة، يتلموا الأهل والأقارب. ها دين زي ده يا أخواننا ومجتمع زي ده نحن نستبدله بعلمانية، لا رأس لها ولا عقب، لا أخلاق ولا مجتمع، لا دين ولا شيء. نبقى نحن قاعدين زي اللقطة. الآن الدول اللي بيفتخروا بها وبتجي عشان تحل لهم مشاكلهم، 40% من المواليد مجهولي الأبوين، 40% من المواليد مجهولي الأبوين، أمه ما معروفة، أبوه ما معروف، العجز والمسنين ديل اللي بيرعاهم منه. ونحن بنتعبد ربنا، بنتعبد ربنا بأمنا الكبيرة دي وبأبونا الكبير، بنتعبد ربنا بيها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قالوا دي أصغر كلمة في اللغة العربية، ما تقول اليوم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. ده يا اخواننا ديننا نحن كده، ده ديننا، نمشي نستبدله بعلمانية ونستبدله بزندقة ونستبدله بأم مجدوعة ما تعرف اللي بيرعاها منو، تمشي تزور أمك في المقابر يدوك لها في فتيل، حرقوها حرقوها وطلعوا عظامها قاعدة في فتيل وكاتب لك على اسمها يا أمك أنت. ده المجتمع الدارينه يا أخواننا، دي أهل علمانية اللي بينهادوا بيها، ودي الدارين اللي تمشي لها بلدنا نحن. بعد ما عندنا من الخير، بعد ما عندنا من الرحمة بيناتنا يا أخي، والله نحن عايشين في مجتمع اللي ما أمه ذاته ولا أخته ولا قريبه ذاته ولا بيعرفوه، والله يحترموا غاية الاحترام، ولا لا يموت لك زول الحلة كلها تمرق معاك وشيعوا الجنازة ويكرموا الميت، ولو الغبر ده فيه حتة شوية كده بس ما جاي عديل، ينزل واحد ويصلحها ويفرشوا بالتراب كويس ويحترموا الميت ويكرموا غاية الإكرام بالثياب الطيبة الكفن الإسلامي وبالريحة الطيبة، يكرموا ميتك لحد ما يدخلوا قبره. نحن نبقى تاني زي اللي بيحرقوهم يا أخواننا، إلى آخره. الكلام كثير والأسئلة أحسن نخليها إن شاء الله في موعد آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله.